الخير على كل مشاهدينا، اهلا بكم معانا وحلقه جديده. هنا ماسبيرو بكون مع حضراتكم من خلال الفقره الاولى من حلقتنا النهارده واهم واخر الاخبار. زي ما تعودنا دايما ان في البدايه بيكون في قراءه سريعه لاهم المنشطات اللي ظهرت في الصحف المصريه اليوم. هنبدا مع حضراتكم. مصر تدين العمليات العسكريه الاسرائيليه في رفح الفلسطينيه وسيطرتها على الجانب الفلسطيني للمعبر. مصدر رفيع المستوى، الوفد الأمني المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح. المفوض الأممي لحقوق الإنسان، الهجوم على رفح الفلسطينية غير إنساني. مسؤولة بالأونروا، نرفض الأوامر الإسرائيلية بالتهجير القسري للنازحين من رفح. الإعلام الروسي يستعرض كواليس تنصيب بوتين رئيسا للولاية الخامسة. مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق. التنمية المحلية، 125 مليون جنيه استثمارات لتطوير منظومة المخلفات في بني سويف. وزير التعليم يكشف موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024. وأخيرا، ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة من الغد والعظمى تصل 34 درجة نهاية الأسبوع. والبداية طبعا مع يمكن أهم خبر بيشغل مش بس مصر، يمكن كل الدول العربية بل العالم كله. بيان صادر عن وزارة الخارجية، مصر تدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وسيطرتها على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادا أساسيا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة. ودعت جمهورية مصر العربية الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن سياسة حافة الهوية ذات التأثير بعيد المدى والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة. لسه مستمرين مع حضراتكم ولسه معانا أخبار تانية بعد الفاصل. رجعنا مرة تانية مع كل مشاهدينا، والخبر اللي معانا هو بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقع سيد حسام إهيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأحد البنوك الأجنبية، وطبعا ده كان مذكرة تفاهم وده لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد السيد حسام إهيبة أن الهيئة العامة للاستثمار تحرص دايما على التعاون مع البنوك الأجنبية في مصر لجذب المستثمرين، وده من خلال شبكة البنك الدولية التي تخدم المستثمرين والأفراد في 46 دولة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتماشي مع خطة الحكومة المصرية. عشان نتعرف أكتر على الخبر ده معي على الهاتف دكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية. دكتور أيمن مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا بسيادتك. أهلا بحضرتك. وفي الحقيقة احنا كل يوم بنلاقي كل ما هو جديد، الاستثمارات في مصر إن شاء الله توصل للحد اللي احنا فعلا شايفينه، ودايما بنتطرق لأبواب كتير وأفكار خارج الصندوق. يمكن نقول كان آخرها النهاردة المذكرة التفاهم اللي بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأحد البنوك الأجنبية. حضرتك تقول لنا المذكرة دي إيه أهميتها في الوقت الراهن والاستفادة منها؟ والله يا فندم، هو يعني وفقا للوثائق اللي الدولة المصرية النهاردة تتعامل بيها مع العالم، سواء كانت وثيقة ملكية الدولة الصادرة في يونيو 2022 أو وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للفترة الرئاسية المقبلة 24-30، فمصر بتستهدف أنها تحقق معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الحقيقي في حدود 7%. طبعا ليه 7%؟ علشان لو حضرتك عندك وديعة حطها في بنك لمدة 10 سنين ب7% فايده مركبه، بعد 10 سنين هتلاقي الوديعه دي حجمها تضاعف. ايوه. ومصر تستهدف مضاعفه حجم الاقتصاد كل 10 سنوات، وبعدين من خلال اليات اعاده التوزيع، رفع الحد الادنى للاجور، الضرائب، الكلام ده كله، تقدر مصر انها توزع ثمار هذه التنميه على جميع المواطنين.
طب وفقا لوثيقه ملكيه الدوله معدل الاستثمار المطلوب علشان اقدر اوصل ل 7% سنويا بيساوي 25 ل 30% من الناتج المحلي. يعني انا لازم كل سنه من 25 ل 30% من الناتج المحلي بتاعي يبقى موجه لاضافه يعني سلع راس ماليه جديده اللي هي سلع انتاجيه جديده عشان اقدر احقق التنميه المطلوبه. طيب الاستثمار بيتم تمويله من يعني من ثلاث مصادر: اولا الادخار المحلي، ثانيا الاقتراض، ثالثا الاستثمار الاجنبي. طيب احنا لو شفنا معدل الاستثمار ومعدل الادخار في مصر هنلاقي انه ده طبعا وفقا للبيان اللي كانت القته معالي وزير التخطيط في يونيو اللي فات في البرلمان، انه المعدل الادخار في مصر تقريبا 6.8% ده في 2023، 6.8% من الناتج المحلي. ومعدل الاستثمار كان 13.5% من الناتج المحلي. طبعا هو معدل الاستثمار اكثر من الادخار نتيجه الفرق زي ما قلنا بيجي يا اما من الاقتراض الخارجي او من الاستثمار الاجنبي. طبعا معدل الادخار 6.8% ده معدل منخفض جدا، واحنا ما نتوقعش انه يبقى احسن من كده لانه مصر دوله دخلها مش كبير. فعشان كده بنحاول نتطرق او بنشوف ابواب ثانيه اقدر اعلي بيها الاستثمار. بالضبط عشان كده الاستثمار الاجنبي هو يعتبر يعني يعني شيء حتمي، شيء مهم جدا نقدر نوصفه ان هو طوق النجاه في الفتره دي. يبقى لازم يكون في تسهيلات معينه اكيد. لا يعني لو حضرتك بتقول انا لو حطيت الفلوس في البنك في فتره زمنيه ما هتتضاعف، لازم اللي داخل المشروع ده يبقى عارف ان الفلوس مش بس هتتضاعف، دي هتبقى 3 و4 و5. التسهيلات بقى اللي ممكن ان احنا يعني نديها للمستثمرين او البنوك تديها لها طبعا بالتعاون مع الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره عشان نقدر نجذبهم او يزغلل عينيهم بالعاميه يعني. والله يا فندم هو الحقيقه الدوله عملت خلال الفتره الماضيه مجموعه مهمه من الاجراءات التصحيحيه، كان اولها تحرير سعر الصرف، لان النهارده اي مستثمر علشان يجي لازم يبقى عارف ان هو في اي وقت يحب يحول ارباحه للخارج او حتى يحول استثماراته للخارج هيقدر يطلع. لانه في النهايه كل دوله عندها سياسه استثماريه، والسياسه الاستثماريه دي هدفها ليس فقط جذب الاستثمارات ولكن جذب وتوطين الاستثمار. توطين الاستثمار بمعنى ان انا مش عايز المستثمر ده يجي مثلا يحط مليون دولار ويبدا يبني مصنع وبعدها يقعد يحول ارباح كل سنه ففي الاخر يطلع من البلد اكثر من اللي هو دخله. لا، انا عايز دايما اوفر له يعني سبل ان هو اولا يتوسع في النشاط بتاعه او فرص استثماريه اخرى. يعني برضه هيبقى في نسبه وتناسب بخروج الارباح من مصر، عشان دي نقطه مهمه قوي حضرتك ذكرتها. يمكن دي كانت في فتره من الفترات بتخوف المستثمر، طب انا كسبت ومش عارف اطلع فلوسي، تطليع الفلوس او المكسب لها حد معين؟ لا، ما هو الفكرة في ايه؟ انا لو عايز الموضوع يبان متناقض شوية، ان انا لو عايز المستثمر يجي عندي ويستقر عندي ويبقى مطمئن لازم يشعر ان هو في اي وقت يحب يطلع هيطلع. ايوه عظيم. فده اولا. عشان نقدر نعمل كده كان لازم تحرير سعر الصرف، وده الحقيقه القرار الجريء اللي اتخذ في الفتره الماضيه. وكان بس طبعا تحرير سعر الصرف كان يعني له اجراءات تمهيديه، اولا الاعلان عن مشروع راس الحكمه ده بدايه، واللي هو بيضخ طبعا 35 مليار دولار في شرايين الاقتصاد. ثانيا الضربات اللي وجهت، الضربات الامنيه اللي وجهت للسوق غير الشرعي للعمله عشان اقدر ان انا احافظ على سعر صرف مستقر، بحيث لما يتم تحريره ده ما يؤديش الى هزه جامده في الاقتصاد. ده اولا. ولكن يعني الاجراءات اللي احنا بنتكلم عليها كانت اولا طبعا تحرير سعر الصرف ده من ناحيه، من ناحيه اخرى اجراءات استهداف التضخم. البنك المركزي زود الفايده 6% في او مع قرار تحرير سعر الصرف ده، لانه التضخم في مصر كان وصل الى معدلات عاليه. وده على فكره عمليه رفع سعر الفايده ده كان
كان موجود في العالم كله. يعني الاحتياط الفيدرالي الامريكي مثلا رفع الفايده ب 5% 10 مرات من مارس 22 لمايو 23. النهارده معدل الاموال الفيدراليه من 5 ل 5 وربع، ده اعلى معدل ليها من 22 سنه. هي اكيد ان القرارات لما بيتم اتخاذها بتتخذ على بينه وتبقى على ارض صلبه، والحمد لله ده اللي احنا شايفينه دلوقتي، وان شاء الله نقول مزيد من الاستثمارات بمزيد من مذكرات التفاهم والقرارات اللي مصر بتاخدها. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايمن غنيم استاذ اداره الاعمال بالجامعه الامريكيه. ده كان الخبر اللي معانا، لسه مستمرين مع كل مشاهدينا بعد الفاصل. ورجعنا مره ثانيه مع كل مشاهدينا، والخبر اللي معانا هو بيان صادر عن وزاره الموارد المائيه والري. دكتور سويلم يتابع موقف المشروعات المائيه وتدبير الاراضي لتنفيذ مشروعات خدميه بمراكز المبادره الرئاسيه حياه كريمه. في الحقيقة هي فعلا كانت الوزارة بتقوم بدور محوري في تنفيذ مبادرة حياة كريمة منذ انطلاقها، والمشروعات الخاصة بالموارد المائية ذات أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة، والمياه عنصر رئيسي في كافة المشروعات التنموية. كمان نقدر نقول المشروعات المنفذة ساهمت في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة. عشان نتعرف أكثر على الخبر ده معي على الهاتف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري. باشمهندس محمد مساء الخير، اهلا بحضرتك. ودايما احنا بنقول ان كل المشروعات الخدميه الخاصه من الوزاره هي خاصه بمراكز، او منها طبعا بمراكز المبادره الرئاسيه حياه كريمه، وكان في تصريح على للدكتور سويلم قال ان المشروعات دي ساهمت في تحسين المستوى المعيشي للمواطن بمراكز المبادره. ازاي المواطن يحس بيها؟ طبعا مشروعات الموارد المائية مشروعات هامة جدا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وخاصة طبعا زي ما احنا عارفين ان هذه المبادرة بتستهدف المناطق الريفية في مصر في المقام الأول في جميع مراكز المبادرة. ولما بنتكلم هنا على مناطق ريفية فهنجد طبعا ان القطاع الزراعي هو القطاع الرئيسي الموجود في هذه المناطق، وبالتالي بتظهر أهمية وزارة الري والمجهودات اللي بتقوم بيها واللي بنشرف طبعا بتنفيذها في إطار هذه المبادرة الرئاسية الهامة. أعمال كثيرة الوزارة قامت فيها في هذا المجال، وهدفها الرئيسي هو خدمة أهالينا في مراكز المبادرة، زي مشروعات تأهيل الترع، حوالي 4000 كيلو متر من الترع، منهم 3200 كيلو متر تم نهو تأهيلهم بالفعل، واستكمالات لأعمال تأهيل بحوالي 770 كيلو متر أخرى من الترع بإجمالي حوالي 4000 كيلو متر. الأعمال التأهيل دي لها أهمية كبيرة جدا وبتنعكس على المواطنين بشكل إيجابي في المناطق اللي بيتم تنفيذ أعمال تأهيل الترع بها، لأنه أعمال تأهيل الترع بتحقق العدالة في توزيع المية وبتسهل وصول المية لنهايات الترع، وبتقطع الماء للترعة لوضعه المطلوب اللي بيمكن الترعة ان هي توصل المية من اول نقطة لاخر نقطة. كان بيحصل لو في مشكلة في القطاع المائي، في تهايل او في مشكلة في القطاع المائي، بتبقى المية بتصل لاول الترعة ونص الترعة، ولكن نهايات الترعة بيبقى فيه مشكلة او بتصل بصعوبة، فده طبعا بيأخر المشروعات وبيتأخر الزمن الخاص بيها. كمان يمكن اللي مكتوب ان وزارة الموارد المائية والري بتوفر اراضي لمنافع لإقامة منشآت خدمية لخدمة الاهالي، ايه شكل المشروعات اللي ممكن تقام على الاراضي دي؟ احنا بنقدم هذه الاراضي بالفعل، قدمنا حوالي 147 قطعه بالفعل في مناطق المراكز التابعه لمبادره حياه كريمه. الاراضي دي هي اراضي ولايه وزاره الموارد المائيه والري، ولكن لم تعد منظومة الموارد المائية في حاجة لهذه القطع من الأراضي، فتم تقديمها للمبادرة ليتم تنفيذ مشروعات خدمية عليها. أي مشروعات خدمية مش مشروعات تبع الأفراد، يعني مش كل فرد هياخد يعمل مشروع. لا لا لا، دي مشروعات خدمية بتقوم بيها أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ مشروع لخدمة كل أهالي هذه المراكز. يعني مثلا بتبقى زي نقطة إسعاف، مدارس، محطات رفع مية، محطات صرف صحي، مثلا حتى ملاعب أو مراكز شباب،
وحدة صحية وخلافه بتبقى مناطق خدمية بتخدم كل سكان المنطقة، ولكن الأرض وزارة الري طبعا بتقدمها كإهداء لهذه المبادرة لخدمة أهالينا في هذه المنطقة. يعني بيبقى في تعاون ما بين الوزارات المختلفة، لو بتكلم مثلا على مركز شباب يبقى لازم وزارة الشباب والرياضة، لازم لو على حسب المشروع بيتم التعاون مع الوزارة المعينة؟ أكيد طبعا أكيد، وده شيء يعني بيسعدنا ما دام بيخدم أهالينا في هذه المناطق. طب أخيرا عشان أنا يعني أقدر أحدد المشروعات اللي محتاجها المكان ده، بيتعمل استفتاء ولا بتتعمل دراسة ولا بتحددوها إزاي؟ لأن أنا شايفة الكلام ده في محافظات مختلفة سواء وجه بحري أو إبلي. لا، هو المؤسسة المسؤولة عن إدارة هذه المبادرة الهامة بتقوم طبعا باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة، وبيتم إبلاغنا باحتياجات المواطنين في هذه المناطق. طبعا كل وزارة على حسب تخصصها، احنا كوزارة ري بيتم إبلاغنا باحتياجات أهالينا في هذه المنطقة فيما يخص الموارد المائية، وعلى أساسه بيتم تنفيذ هذه المشروعات. وأيضا لو في احتياج لأراضي معينة لتنفيذ خدمات معينة طبقا لاحتياجات السكان في هذه المنطقة أيضا بيتم تحديدها وإبلاغنا بالحاجة لمثل هذه الأراضي، وعلى الفور طبعا بيتم إهدائها مع في حال انتفاء احتياج وزارة الري لهذه المساحات من الأراضي. مجهودات رائعة وإن شاء الله يا رب المزيد منها دايما. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري. كمان الخبر الأخير اللي معانا هو بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية. وزير التنمية المحلية يعلن تسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة سموسطة لمحافظة بني سويف بتكلفة 63 مليون جنيه على مساحة 10 أفدنة. اللواء هشام أمنة، 125 مليون جنيه إجمالي حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة المخلفات في محافظة بني سويف، وده طبعا في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، وأيضا تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء، وده بالإسراع في تنفيذ المنظومة والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت تماشيا مع الجمهورية الجديدة. في الحقيقة ده كان آخر خبر معانا. فاصل سريع وهتكون مع حضراتكم زميلتي العزيزة شيرين الشايب، وهيكون في ضيافتها الأستاذ ممدوح ناجح حسين المنسق الفني لمشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي.